السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة يا ربي. مبروك عليكم هاد العواشر، يا ربي الله يدخل عليكم بصحة وسلامة. جيت ان شاء الله خاطر كنغبر عليكم بزاف، كنعتذر منكم. جيت اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الحلوة اقتصادية، يعني ما فيهاش بزاف، حلوة قديمة ديال زمان. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. الحلوة ديك اللي كنخرجوا بالبوق بحال هادو، ورضا ممكن نصايبو منها جوج تشكال ثلاثة بحال هادي الحلوة ديال البوق. المهم عجينة وحدة راه كتخرج لنا شكيلات اللي كنحتاج فيها. عندي هنايا زلافة صغيرة ديال سنيدة، يعني بحال جوج كيسان ديال العنبة ديال سنيدة كما كتشوفو. عندي هنايا زليفة تاني ديال الزيت تقريبا نتايا جوج كيسان. عندي كاس صغير ديال الكوك كيعطي واحد النسمة غزالة، فيها كاس صغير ماشي كبير. غنحتاجو ربعة ديال الزبدة ديال الحلوة. عندي هنايا ربعة البيضات، عندي ألزة بيضة وحدة وجوج خمارات حمرين، وهادو التزيين كما كتعرفون قدام كيجيو فيهم فنين. صافي كنشدهم كنقطعهم مقيس صغيورين. المهم نتابع معايا تشوفوا ان شاء الله. صافي هادشي اللي كنحتاج ان شاء الله. نبداو على بركة الله، بسم الله. نبدا دروك ان شاء الله نخدم سنيدة مع البيض. يا بسم الله ناخد هنايا فاش نخلط الزبده، تكون على حسب الحراره ديال المطبخ، ما ديروهاش في الثلاجه باش تسهل معكم. كما كتشوفوا انتما ها هي سهله، الا درتوها في الثلاجه غيصعب عليكم في الخدمه. صافي نضيف على سنيده. يا بسم الله نضيف فانيليا بيضة. البيض كما قلت لكم ربعة البيضات. بسم الله صافي نخدمهم مزيان. بسم الله نخدمو مزيان حتى يولي يبان هادشي ابيض. ندوب معانا هاد السنيده، هداكو حليوه اقتصاديه وكتجي غزاله، واللي بغى يدير نكهه السطرون طايره تجي فيهم غزاله، اختيارية اللي عجبكم. ولا دانون فانيتا ورا تيجي فيهم زوين. انا نكتفي بهذا الشي بركة، نخدمها مزيان تدوب معايا سنيدة وهاد الزبدة تحل. صافي بقيت المكونات هما الاخرين، نخدمها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم في الفيديو. المهم بقاو نخلطها مزيان حتى يدير معنا الخليط. ها انتم حبايبي تشوفوا خدمتها مزيان، شتا تولي هكا بحال تولي معكم الخليط بحال هكا ابيض، يعني سنيده ما تبقاش تتبان معكم حرشه في يديكم تحسوا بها، باش ما خدمتوها باش ما جاتكم الحلوه زوينه وهشيشه. انتما كما كتشوفوا راه ضفت عليها الزيت، سمحوا لي انا تبع هي هذاك المقطع. دروكا بقى لي الكوك هو اللي غنضيف دروكا عليها، كاس صغير كما قلت لكم. بسم الله تعطي واحد النكهه زوينه.
صافي نبدا دروك نضيف الدقيق بشويه بشويه، تشد لي القياس اللي بغيت. ها نضيف الخمارات اللي بقاو معايا. بسم الله صافي نبدا نضيف شويه، نخلط بشويه بشويه ونبقى نضيف بشويه. تبارك الله هاد الكميه راه كتخرج كميه زوينه تبارك الله. واللي بغى يدير هي نص الكميه راه ممكن يدير كاس زيت، كاس سنيده، نص ربع ديال الزبده، خماره وحده. حتى هي تبارك الله راه كتعطي واحد الكميه لا باس بها. غنزيد دقيق تاني صافي، نبقى بشوي بشوي. غنضيف الخمارات دروكا، صافي ونجمع العجينة ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما كتشوفوا بعد ما تجمعات معايا العجينة، الدقيق راه على حسب الخليط. هاد العجينة كما كتعرفوا يعني ما كتبغيش تجي قاصحة بزاف، يعني مطلوقة فهاد القياس. هانتوما كما كتشوفوا فهاد القياس صافي، الدقيق على حسب الخليط. يعني شوف حسب، قدرت تهز معكم كيلو طحين، قدر كيلو ربع حركة تقريبا. صافي غنبداو دروك ان شاء الله نصايبها في الطاوله. بسم الله صافي، هادو كما قلت لكم كناخذ بحال هكا نقص نفرقهم على جوج، تيجيو زوينين اللي بغا يزوق اختياري، اللي بغا ومبغاش بلاش. صافي كنقطعو طريفات صغار بحال هكا، مش حيت كنديرو هكا نحطو فيها طريف صغيور هكا كيما كتشوفو. كيف ما كتشوفو دروكا هما قطعتهم، هما طريفات صغيورين باش نزوق هاد الحلوة. نبدا دروكا ان شاء الله لبركة الله نجيب الطاولة، غنخطاوها بحال هكا. غندهنها بواحد شويه ديال الزيت، غندهنها بحال هكا. صافي ونبدا ان شاء الله. بسم الله، انا خديت هذا وبدلت هذاك الاخر بواحد كبيره. بسم الله يا بسم الله، ديروا القياس اللي بغيتو نتوما. كتشوفوا كله يدير القياس اللي بغا، يبقى على نفس الطريقه حتى نصايب الطاوله كامله. صافي كنبقاو نهزو بحال هكا وحيده، ديرو هكا سوقو.
الاخر هكا، كيعطيو واحد الديكور زوين. نكمل الطابور ونجي معاكم. حاولوا ديرها غليظه شويه، ما تجيش رقيقه. هاو هكا نفس الطريقه، واللي عنده البوش راه يديرو، نديرو كي كانوا تيديرو زمان. صافي، ومبعد بيناتهم واحد شويه باش ما يتلاصقوش. صافي، نبقى نحاول هكا بشويه بشويه. مش كيبان لكم؟ نديرو حبيبة صفرا، حبيبة خضرا، نديرو خضرين هانتوما كما كتشوفون. بعد ما ساليت الطاوة، انا درت الفران قبلها، هو سخون من الفوق ومن التحت، وكنقصو على عافية مهيلة. هانتوما كما كتشوفون، كنحاول بداك البوق بشوية كتعطيني شكل وردة كما كتشوفون. صافي، ندير الطاوة ان شاء الله ونكمل الطاوة الاخرى. تابعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله، نتمنى يعجبكم هادشي. طاوة اخرى حتى هي نفس الطريقه كي درت من الطاوة الاخرى، راه درتها في الفران. صافي، كنديرها كما نوركوش غير من الفوق هكا باش يعطينا شكل وريضه، عاد نديرو بقاو غادي هكا من الفوق دائما. ثاني وحده اخرى، ونخليو بيناتهم واحد شويه ديال السباس باش ما يتلصقوش مع بعضهم. كما قلت لكم ما توركوش هي من الفوق باش يعطيكم شكل وريضه. هكا كما كتشوفوا، نعاودو من الفوق تاني. صافي، على الطريقه. وبالنسبة لهذا البوق نتوما اختياري، بديروه بصغير ديروها، ديروها بهذا يعطيكم وردة في الشكل ده، كيتغيرو في هذا الوريضة ديالهم كلو كيتخرجها. صافي، نكمل ورجع معكم ان شاء الله. ها الحلوه ديالنا هي وجدات، هي طابت.
على هذا الشكل كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم يا ربي. حلوه ديال الدراوش عاديه تبارك الله، وتبارك الله كتخرج كما كتشوفوا راه كميه تبارك الله، راه تبصيل كبير هذا عامر، يعني لا باس بها وزوينه، ولا تدخل عليك يضيف على غفله ولا شي حاجه، يعني راه مزيانه تكون واجده هي وهذيك الكاطو. ان شاء الله نشاركها معكم شي نهار. نتمنى تعجبكم هذه الحلوه، وما تنساوناش بلي لايك. الباقي ما اشتركش مرحبا يشترك عندي في القناه. هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي هشيشه، راه كدوبه كما تشوفوها غزاله. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله الملتقى، ان شاء الله الى الملتقى الحاجه جديده باذن الله. نتمنى تعجبكم هذه الحلوه اللي شاركت معكم، ومع السلامه. عشركم مبروكين يا ربي. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو فيهم هادو زويقات غزالين، يعني كيجيو زويونين. وخليتكم ان شاء الله على خير الى الملتقى.